بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى فطاير او معجنات كده، حاجه سهله وسريعه جدا، وكمان تنفع للفطار تنفع للعشاء لو انت رايحه نادي، الولاد عندهم تدريب، للمصيف، لحاجات كتير قوي، وسهله جدا وسريعه جدا. يلا بينا نشوف المقادير معانا ايه. كمان المقادير بسيطه قوي، معايا كوبايتين دقيق، معايا هنا معلقه سكر، معلقه خميره كبيره ومعلقه سكر كبيره ورشه ملح، ومعايا ميه للعجن ومعلقتين زيت اللي انا هستخدمهم بس. يلا بينا نشوف هنستخدم الحاجات دي مع بعض ازاي وهنعمل ايه. طبعا هنحط على وشها جبنه موتزاريلا، مش حابه جبنه موتزاريلا، تقدري تحطي اي نوع جبنه انت تحبي. يلا بينا نحط على كوبايتين الدقيق، معلقه السكر، معلقه الخميره، رشه الملح، تمام كده، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. الدقيق دوت بتاع اي معجنات، يعني الدقيق دوت انا جايباه من عند العطار سايب، مش شرط يكون دي مخبوزات او دي بتاع كيكة، اي حاجة اللي عندك استخدميه، تمام كده. هحط بقى عليه معلقتين زيت، بسم الله، دي كده معلقة ودي التانية، كده حطيت معلقتين زيت، تمام كده. هبدأ اعجن بقى الحاجات بتاعتي دي كده بإيديا. عشان اخلي الزيت يوصل للعجين كله، تمام كده. هحط بقى المية بتاعتي التدريجية، مش هحطها كلها مرة واحدة، وطبعا المية على حسب نوع الدقيق بتاعك. تبدأي تحطي كده المية لحد ما تلاقي العجين بتاعك ايه، شرب المية وبقى لم معاكي وبقى مية مية. الناس اللي بتخاف من المعجنات، اعملي معجنات ما تخافيش، والله العظيم بتطلع طعمها حكاية. يلا قومي على طول نفذيها واعمليها، بجد حلوة قوي وطعمها حكاية. هنقعد بقى نحط المية لحد ما ايه العجينة بتاعتي دي تلم، وهنعجنها لمدة 5 أو 7 دقايق لحد ما العجينة بتاعتنا تستريح في العجن وتلاقيها اتلمت معاكي وبقت حلوة جدا. بعد ما عجنت فيها حوالي 10 دقايق بالشكل دوت كده، العجينة بتاعتي بقت متماسكة زي كده اهي، طرية ومتماسكة معايا. هسيبها بقى تخمر في الطبق كده واغطيها بأي حاجة عندي، بكيس بلاستيك، بطبق، اي حاجة عندك، المهم ان انت تسيبيها بقى تخمر يعني حوالي كده مثلا ساعة. بعد ما تخمر حوالي ساعة هنرجع نشكلها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي مع بعض اهي. كده هسيبها تخمر بقى العجينة بتاعتي، هسيبها تخمر حوالي ساعة، بعد ما تخمر هرجع لك تاني ونشوف. بعد ما العجينة بتاعتي خمرت بالشكل دوت كده، هبدأ بقى ان انا ايه اشكلها معاكم. بصي قد ايه هشة، سبتها حوالي ساعة بالشكل دوت كده. هبدأ بقى اعمل ايه، مش هعمل فيها اي حاجة خالص، هبدأ ان انا هقطعها على 3 او اقطعيها على 4 على حسب ما انت عايزة. بصي بالشكل ده كده مستريحة، سبتها الساعة استريحت تماما زي ما انت شايفة كده، وخمرت كويس جدا معايا، فهتديكي نتيجة كويسة. طول ما انت بتستريح بتخلي العجين يستريح، طول ما هو هيديكي النتيجة بتاعته كويسة. ده كده شكل العجينة. هبدأ دلوقتي بقى نشكلها مع بعض ونشوف الاشكال اللي احنا هنعملها. بصي هحط شوية دقيق صغيرين كده بس عشان خاطر ايه، ابدأ اللي انا افرد عليهم العجينة. هفرد العجينة بقى بالنشابة، انا عايزاها شكل مربع او مستطيل على حسب ما ايه ما انت عايزة، او اعمليها الشكل اللي يريحك، اي شكل انت عايزاه اعملي، عايزة تخليها دايرة، اللي يعجبك، اللي انت عايزاه اعمليه على حسب ذوقك انت. عايزة تعمليها زي ما انا هعملها، هوريها لك في الاخر هيبقى شكلها عامل ازاي. بص انا عملتها الشكل اللي هو دوت شكل مربع، والزيادة اللي طلعت دي انا مش هرميها، هعيدها تاني من الاول، هحطها بقى في الصينية وهقولك هنعمل ايه تاني.
بصي بالشكل ده كده انا خلصت شكلت العجينه بتاعتي، انا مش عايزه فيها اشكال ولا اي حاجه. هقولك دلوقتي انا هعمل ايه. هبدا دلوقتي اعمل هجيب بقى طبق كده فيه نقطتين زيت او نقول معلقه زيت بالشكل ده كده، وهبدا امشي على الاطراف. بصي الاطراف بس اللي انا همشي عليها من بره. طب انت هتمشي على الاطراف بس يا هبه؟ ايوه همشي على الاطراف بس. هقولك دلوقتي انا همشي ليه على الاطراف بس، لاني عايزه اعمل فيها زي نقول ايه مثلا جوانب، جوانب كده تديني الشكل كده ليها. هقولك دلوقتي ازاي. الطرف اللي انا مشيت عليه هبدا اضغط عليه لجوه عشان يلزق معايا بالشكل دوت كده. بصي بالشكل دوت كده، يا رب يكون واضح بس. تمام كده انا عملت لها زي زوايا كده، والاطراف بتاعتها هبدا ان انا اضغط عليها كده تديني شكل من بره. تمام كده. هنعمل واحده تانية مع بعض عشان اوريك. هعمل البعيده دي اهي علشان خاطر الكاميرا تكون جايباها وتشوفيها كويس. تمام كده. يبقى انا مشيت بالاربع زوايا بالزيت، وهبدا ان انا اتنيها اهي. هحاول استخدم ايد واحده عشان خاطر اوريها لك كده. تمام. تدي شكل حلو قوي. ممكن تقدري كمان تعمليها في الدايره، بس الدايره بقى مش هتطلعي منها زوايا كده بالشكل دوت كده. كده الزيت بتاعي لزق خلاص. دلوقتي عملت العجينه بتاعتي بالشكل دوت كده، الشكل اللي انت شايفاه دوت. هبدا بقى دلوقتي احط عليها موتزاريلا. دي موتزاريلا سايبه، هبدا ان انا احط عليها كده موتزاريلا بتاعتي. مش عندك موتزاريلا تقدري تحطي اي نوع جبنه، ممكن تحطي جبنه وزيتون، ممكن تحطي مثلا نقول ايه مثلا شرايح فلفل على شرايح جبنه رومي على زيتون، اللي انت عايزاه. ممكن تعمليها زي بيتزاية كده كمان، لو مش عايزاها حادقه يعني مش عايزاها بالجبنه تقدري تعمليها ترشي على وشها سكر وقرفه، بتبقى طعمها حلو قوي. انا حطيت الجبنه بتاعتي اهي. هبدا بقى ادخلها الفرن على درجه حراره متوسطه على الرف الوسطاني مش اللي تحت، ولما تطلع من الفرن هوريها لك ان شاء الله. خلاص ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. بصي قد ايه طريه جدا. بصي بالشكل دوت كده، زي ما قلت لك بقى تنفع للمصايف، تنفع للنادي. بصي قد ايه بتشد معاكي وحلوه جدا جدا جدا. لازم تجربيها بالطريقه ديت، بجد حلوه قوي قوي قوي. طريقه سهله قوي بسيطه جدا، مفيش مقادير يعتبر، ومش مكلفه. ما عندكيش جبنه موتزاريلا تقدري تحطي اي نوع جبنه انت عايزاه، جبنه رومي، جبنه فيتا، جبنه اي نوع جبنه، مش شرط حاجه معينه. ممكن كمان تدخلي لها لحوم زي ما انت عايزه. طريقه سهله قوي بسيطه جدا. اتمنى يكون النهارده الفيديو عجبك. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لي لايك، ولو انت اول مره تشرفيني ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي. بس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.